السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض أول درس من دروس اللي هو الكورس بتاع بلوجر اللي احنا اتفقنا عليه. الكورس ده هيبقى بالتفصيل إن شاء الله من أول ما تنشئ المدونة لحد ما تيجي تأرشف المقالات بتاعتك أو تكتب مقالات وترفعها عندك على جوجل وتبدأ تربح منها من جوجل أدسنس. يلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن ما تنساش الأول تدعمني بلايك وسبسكرايب القناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. تعالى كده نبدأ بقى ننشأ مدونة بلوجر. أول حاجة بتعملها بتفتح منصة جوجل زي ما أنت شايف كده، وركز معايا في كل كلمة أنا هقولها لك. وبعد كده بتروح عندك على التطبيقات اللي موجودة فوق دي، بتنزل تحت لحد ما تيجي تدور على حاجة هنا اسمها بلوجر، اضغط عليها ضغطة كده. وبعد كده بتروح عندك على كلمة إنشاء مدونة، اضغط عليها ضغطة. وبعد كده بقول لك هنا اختيار اسم لمدونتك. المهم علشان تبدأ إنشاء مدونة بلوجر لازم تختار اسم، وياريت يكون الاسم ده هتبدأ تكتب عليه مقالات في نفس المجال. يعني مثلا لو أنت هتبدأ اسم الذكاء الاصطناعي، يبقى أنت بتكتب برامج عن الذكاء الاصطناعي، بتكتب تطبيقات عن الذكاء الاصطناعي، هتكتب عن المجال اللي هو بتاع شات جي بي تي وأوبن إي آي. لو أنت هتتكلم على الطبخ فأنت يفضل أنك تستخدم الكلمة بتاع العنوان هنا بتتكلم عن الطبخ، او المقاله بتاع او الموقع بتاعك او المدونه بتاعتك بتتكلم عن الطبخ. يعني مثلا ممكن نسمي اسم المدونه طبق مثلا، معلقه، اي حاجه فيها محتوى الطبخ. كذلك برضو لو محتوى طبي، محتوى تدريس، المهم بتكتب عنوان المدونه او اسم المدونه بتاعتك يكون مناسب مع المقالات اللي انت هتكتبها. طيب دلوقتي على سبيل المثال ان انا مثلا قلت، قال لي هنا هذا العنوان سيظهر اعلى مدونتك او هتظهر في المدونة عموما. طبعا مش هكدب عليك، استخدام شات جي بي تي علشان يبدأ بقى يفسر لي انا ممكن اكتب ايه او اختار الاسم اللي انا عاوزه. فانا على سبيل المثال اخترت اسم المدونة اللي قدامك دي كده، مثلا سميتها اي اي بلوجر زي ما انت شايف كده، او بلوجر اي اي. تمام، يبقى انا كده هتكلم عن مجال الذكاء الاصطناعي. طيب مجال الذكاء الاصطناعي ده كل يوم فيه جديد. خلي بالك انا اخترت اسم او عنوان لمدونة هيبقى فيها حصريات. يعني مثلا لو انت هتتكلم عن مجال الذكاء الاصطناعي او تكتب مقالات عنها فانت كل يوم فيه جديد وكل يوم فيه ترند. لو انت هتتكلم عن مجال الطبخ فانت حاول تدور على اشهر الاكلات في العالم او الاكلات اللي هي بتطلع ترند كل يوم. يعني مثلا في الصين في اكلات بتطلع ترند كل يوم، في مصر في اكلات بتطلع ترند كل يوم، سواء بقى كان حلويات، سواء كان اكلات شعبيه، اكلات مشهوره، اكلات عالميه، تقدر تكتب عنها. برضو انت هتكتب في المجال الطبي، في كل يوم ابحاث جديده في مجال الطب، فانت شرط انك هتعمل المدونه بتاعتك علشان تكتب عليها كل يوم حاجه ترند وحصريات. طيب دلوقتي بلوجر اي اي سميت اسم المدونه بالشكل اللي قدامك ده كده، اضغط عندك على كلمه التالي. هنا بقول لي اختار عنوان يو ار ال لمدونتك. طبعا بتختار العنوان يكون يعني شبيه باللغه الانجليزيه للغه العربيه اللي كان مجي. يعني مثلا كتبت بلوجر اي اي، فانا مثلا ممكن اختار هنا بلوجر اي اي برضو نفس النظام. فهشوف بقى يقول لي هنا عذرا عنوان هذه المدونه غير متاح، فانا ممكن مثلا اضيف هنا مثلا جي بي تي، هيبقى بالشكل ده كده. طبعا البي ممكن نخليها سمول والاي سمول، هيبقى بالشكل ده كده، يبقى اي اي جي بي تي بلوجر. تمام، قال لي هنا عنوان هذه المدونه الالكترونيه متاح. ما دام قال لك متاح خلاص خش بقى في حفظ، اضغط عندك على كلمه حفظ وتنتظر شويه بقى لحد ما يتم المعالجه ويبدا عمل المدونه. يبقى انت كده خلصت ممكن نقول 10% من انشاء مدونه على بلوجر. طيب تعالى بقى كده الحق لاهم حاجه لازم يعني تكون انت عاملها في المدونه بتاعتك او تكون متاكد ان هي كل اعداداتها صحيحه. بتروح عندك على الاعدادات زي ما انت شايف كده، دي الاعدادات. هتنزل تحت كده شويه هتلاقي في حاجه اسمها مرئيه لمحركات البحث، اتاكد ان هي متفعله. اعاده توجيه HTTPS اتاكد ان هي برده متفعله. هتنزل تحت كده العرض المبسط للصور، اتاكد برده ان هي متفعله. انزل تحت كمان، انزل تحت للاخر. تفعيل الوصف طبعا كل ده هنعمله ان شاء الله الحلقه الجايه اللي هي ضبط اعدادات بروكر. طب كده مفيش اي حاجة تانية خلاص، ان شاء الله اشوفكم على خير الحلقة الجاية علشان نبدأ نعمل ضبط في اعدادات مدونة بلوجر.